وإذا كانت السباق الرئاسيات لم يفصل فإن حسام عوار حسم خياراته. اللاعب الدولي الجزائري ونادي روما الإيطالي حسام عوار، نادي روما سابقا حسام عوار انضم إلى نادي الاتحاد السعودي وقال بأنه سعيد جدا بالانضمام لواحد من أكبر الأندية ويتمنى الفوز معه بالبطولات. ومثل ما تشاهدون هذا قميص حسام عوار اليوم، وذهب إلى النادي واستقبل من طرف اللاعبين زملاء وأبرزهم النجم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما. مثل ما نشاهد هذه الصور، كريم بنزيما استقبله بالأحضان، وأكيد هو يعرف حسام عوار. حتى كريم بنزيما نظن نهار اللي جا سيدي موسى بالك حسام عوار يكون شاوره، الله أعلم. فسوف نتحدث عن هذه الصفقة الجديدة وعن تصريحات أيضا مسؤول الوفد الجزائري إلى الأولمبياد بعد قليل خير الدين برباري. ولكن نسأل في صفقة عوار، ورحب بزميلي زين عامر الصحفي الرياضي عبر الهاتف. زين مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير الأخ قادة، وتحية لكل مشاهدي قناة شروق. يعني حسام عوار إلى الاتحاد السعودي، إلى الدوري السعودي، كانت متوقعة إلى حد كبير زين. نعم كانت متوقعة، ولكن نظن أن الاختيار لم يكن الأنسب لهذا اللاعب، يعني تقريبا الكل يشهد له بالإمكانيات اللي عنده، ولذلك نظن هذا الاختيار كان نوعا ما غير منتظر. العام اللي فات ولا قبله كان مطروح اسمه في أكبر الدوريات الأوروبية. نعم كان مطلوب في أكبر دوريات من أكبر الأندية. نظن حسام عوار لم يعني يحسن اختيار الوجهة لما مشى إلى روما، وين ما لعبش كثير خاصة تحت قيادة مورينيو. تقريبا في هذا النادي يعني حسام عوار لعب 25 مقابلة سجل 4 أهداف، نظن كان من بين الأسوأ يعني المواسم اللي دارها في مسيرته الرياضية. ولكن من جانب آخر تعرف أن يعني في العربية السعودية الكل يمشي تقريبا ل الأموال ولي يعني ولذلك الجانب المالي هو اللي نظن حس في نفسية اللاعب. وزيد على ذلك يعني تكلمت على كريم بنزيما اللي عنده علاقة مع حسام عوار، يعني صديق حسام عوار، وأيضا لورون بلون المدرب صح الجديد. لأنه نعم حسام عوار سبق له أن كان لورون بلون مدربه أيضا. مدربه في أولمبيك ليون، ولذلك نظن يعني هذا الشيء أيضا كان من بين الحوافز اللي خلات حسام عوار يمشي. ولكن الحافز الأكبر نقولوها يعني بكل جدية هو الحافز المالي. تقريبا اليوم كل لاعبين الكبار ولو يعني كنشوفوا نقولوا كونتي الدول اللي لعبوا مع الفريق الفرنسي في اليورو، نظن أن يعني يقدر أيضا هذا اللاعب أن يقعد في الفورما لو يتدرب بانتظام ويلعب بانتظام. ولكن قولوها يعني الدوري السعودي ليس مثل الدوريات الأوروبية وإن تقعد دائما تلعب يعني في رتم العالي، ولذلك حتى الناخب الوطني نظن ما كانش فرحان باختيار حسام عوار لهذا الوجهة، وجهة الاتحاد السعودي. هي مسألة اختيار شخصي ومسألة ظروف أيضا، ربما عندما لا تكون عندك خيارات كبيرة في أوروبا. منش عارف حسام عوار ماذا أتيح له من بدائل. أنا أظن لو كان يعني انتظر نوعا ما كان يقدر يعني لما لا ينتظر عروض أخرى، ونظن كان عنده عروض. ولكن قلت لك الشق المالي اليوم أصبح تقريبا هو حاسب. الشق المالي هو ما يحدد وجهة اللاعبين، والكل اليوم تقريبا يعني استجاب لهذه المطالب المالية من يعني في الدوري السعودي. وتقريبا اليوم انا اشوف كثير من اللاعبين يمشوا الى يعني الدوري السعودي، حتى يعني لاعبين اللي مازالهم يعني صغار في السن، لان من قبل كانوا لاعبين تقريبا لي قبل التقاعد يمشوا باش يلعبوا سنة أو سنتين في الدوري السعودي. ولكن اليوم ولات وجهة أخرى، ولا يعني ولات استراتيجية أخرى في السعودية، خاصة تعرف أنهم هم يسوقوا للمونديال. ولذلك يعني نقولوا وكاين أيضا نوادي أخرى اللي تستقطب لاعبين كبار، وهذا واش يخلي أنا نتمنوا يعني أن حسام عوار ما تكونش نهايته في هذا الدوري، لأن يعني هو صغير في السن تقريبا إذا ما غلطت 26 سنة، هو من مواليد 1998.
يعني 26 سنة أنا نظن كان عنده كل يعني كل المؤهلات باش يبقى تقريبا لتقريبا 4 إلى 5 سنوات أخرى في الدوريات الأوروبية، ولكن كما قلت هذا اختيار شخصي وما تقدرش تدخل يعني في اختيارات اللاعبين. صحيح صحيح.